عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، احوال طيبه العائله الحباب. نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد وبطبيعه الحال فيديو جديد. اليوم غادي نصاوب معكم لا شابلوغ بطريقه سهله وبسيطه. يلاو معايا تشوفوا الطريقه اللي غادي نحضروا بها لا شابلوغ في الدار بطريقه مبسطه. يلاو معايا. الشابلوغ ديالنا غادي نحتاجو ليه الكمير او الباغيت او الباريزيان، كل واحد كيفاش كيسميه. مهم هو يكون الخبز ديالنا من الدقيق الابيض، سواء كان هكا او كان خبزة. المهم هذاك اللي كيتباع في الزنقة غادي نيبسوه بحال هكا حتى يولي قاسح. نتوما كتسمعوا راه قاسح. بالنسبة دابا للبرد غادي يحتاج يومين تقريبا كيولي لنا بحال هكا قاسح. بالنسبة للصفرة غير نهار راه غادي يبس. تقدروا تحطوه في الشمس في السرجم بحال هكا، وتقدروا تخليوه غير في وسط الدار راه دغيا كيبس. المهم غادي نيبسوه بحال هكا حتى يبس لينا مزيان. وغادي نحتاجو هنايا لاطا ديال الفران، غادي نحطوه فيها وغادي ندخلوه الفران. بطبيعه الحال الفران اللي بغى يديرو على نار مهيله ويقابلو يبقى يقلبو على جوج جهات هكا حتى يتقرمل لينا مزيان او لا يزيد يتحمر. مهم كيولي محمص. واللي بغى يقدر من بعد ما يطيب الخبز ولا شي حاجه طفي الفران، تكون غير ديك الحراره ديال الفران كافيه باش تقرملو مزيان. ونتلاقاو من بعد. بعد ما حمرتو مزيان كيزيد بحال هكا كيجي قاسح اكثر، غيتسهد. غادي نحيدوه هكا من لاطا ونجيبوه لهنايا جانبا. اللي بغى يدكو بحال هكا في المهراز غير يهرمشو واحد شويه باش يسهل علينا نطحنوه في مولينيكس. اللي ما بغاش باش نطحنوه هكا في مولينيكس، اللي ما بغاش يقدر غير يعاون هكا يهرسو شويه باش ما نصعبوش على مولينيكس ديالنا الطحين ديالو. غادي نهرسوه غير شويه هكا في المهراز ولا ندكوه باش نكملوا ليه الطحين في مولينيكس. غادي ندوز نغربلو هنايا باش هذوك الطروفه الكبارين نحيدوهم، نعاودو نطحنوهم وصافي. كيجي بحال هكا، شوفوا اش كيبان لكم. وغادي نكملو بنفس الطريقه. شابلوغ ديالنا من بعد ما غربلتو مزيان. بالنسبه للناس نقربوا لكم باش يبان لكم، بالنسبه للناس اللي بغاو يخليوه غليظ يقدروا يخليوه غليظ، اولا يديروا النص هكا غليظ والنص رقيق كيجي بحال الدقيق. نتمنى يكون باين، كنقربوا لكم اكثر باش يبان. صراحه راه كيتحتاج بزاف ديال الحاجات. تقدروا تدوزوا فيه الحوت ديالكم قبل ما تقليوه، تقدروا ديروه في الكروكيت ديال البطاطا، بزاف ديال الحاجات كيجي بمذاق زوين. وتقدروا كاين الناس كاع اللي كيخترو به الشوربات ديالهم كيعطي مذاق زوين في كل شيء. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وخديتو فكره جديده. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ، انا يلا غسلت هذه القريعه، هذه خاصها تنشف ليا. تقدروا ديروه في اي قريعه، انا هذه اللي خوات ليا من نوتيلا. تقدروا ديروه في اي قرعه عندكم في الدار ديال الزاج، ضروري تكون ديال الزاج باش ما يضيعش، وتكون غير محكمه الاغلاق يتسد مزيان. راه ما كيضيعش، كيبقى مده طويله. تقدروا تستعملوه في اي لحظه بغيتو. صراحه راه باش ما نضيعوش لا القرعه الزاج ديالنا ما نلوحوهاش، وما نضيعوش الخبز اللي كيبقى لينا خصوصا اللي كناخذو من الزنقه ديال الدقيق الابيض. تقدروا تصوبوا به بحال هكا لا شابلوغ، وهو واجد بسرعه في الدار بلا ما تحتاجوا تشريوه.
وهذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وخديتو فكره جديده اللي تقدروا تحتاجوها في الحياه ديالكم، علاش لا. شكرا بزاف على التتبع ديالكم، ما تنساونيش من لي لايك ولي كومونتير، والناس اللي ما مابونينش في لاشين دائما كنقول لهم انضموا للعائله ديالنا، مرحبا بكم. وما ننساش نشكر بزاف الناس القدامين، راكم على راسي وعينيا، مرحبا بكم دار داركم. وما تنساوش تجيو عندي الانستغرام اللي كنخليه لكم دائما هنايا مكتوب، وكنخليه لكم في صندوق الوصف. سلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله، تهلاو فراسكم.